السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن موضوع مختلف بالنسبة برضو هي تربية السمان، بس طبعا بالنسبة للناس اللي هم عندهم إقفاص زي حالتنا كده يا جماعة. طبعا زي ما انتم شايفين كده السقاية دي شكلها جديدة طبعا، بس ما هيش جديدة ولا حاجة، هي نفس السقاية، بس انا يا جماعة كنت دايما بشتكي من تسرب مية من عند الخرطوم ده من هنا. طبعا لان الناس برضو اللي هم بيعملوا الاقفاص دي يعني مش بيعتني في ان هو يجيب خرطوم من نوع يعني جيد او كويس، بشرط ان هو يعيش معاك كتير. هو بيحاول ان هو يلم نفسه عشان خاطر يبيعه بسعر رخيص. فالشاهد هنا يا جماعة، لو انت حضرتك جالك نفس المشكلة دي يعني، فانت مشكلتك الوحيدة عشان تسرب المية دلوقتي ان انت حضرتك تغير الخرطوم ده من اول المكان لغايه الرئيسي. طبعا انا عندي برضو كان بيبقى دايما انسداد في هذا الخط يا جماعه بتاع الميه ده، هو السمان. بس طبعا الحمد لله رب العالمين، النهارده طبعا كنت عمال بدور ان انا اجيب الخرطوم ده منين واجيبه ازاي، فربنا الهمني ان طبعا عندي موتوسيكل، فالخراطيم بتاع الموتوسيكل يعني شبيهه للخرطوم ده يا جماعه، اللي هو زي ما انتم شايفينه ده، هو ده الخرطوم اللي انا كنت جايبه بتاع البنزين بتاع الموتوسيكل، بينفع عليه بالظبط يا جماعه، ونفس يعني ايه نفس القطر بتاع السقايه. فانت حضرتك كل اللي انت هتعمله هتجيب الخرطوم ده، تمنه 5 جنيه يا جماعه المتر، ما هوش غالي تمام. طبعا سيليكون كويس جدا، غير اللي هو البلاستيك اللي كان متركب فيه. وبتحتاج يا جماعه زراديه او بنسة تمام باي شكل من الاشكال، ومقص عشان ايه تقص بيه. طبعا بنركب من تحت لفوق يا جماعه، مش من فوق لتحت، واول يعني ايه الانسب ليك. بس انا بالنسبه لي حبيت ان انا ايه اوصل للسقايه للمكان اللي انا بثبته فيها، وبعدين طلعت لغايه فوق كده لغايه الكوعه اللي انا هركبها زي ما انتم شايفين كده، وبدات ان انا ايه قصيت وركبتها طبعا بالزراديه يا جماعه، علشان بتحتاج يعني ايه جهد، لان ايه بتبقى يعني عايزه تخش بجنبه، يعني لازم تخش ايه بقوه عشان تخش في مكان. وكده يا جماعة الخير يبقى وصلنا معاكم نهاية الفيديو. مستنيكم ان شاء الله تتابعوني بإذن الله، واستنوني ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية بإذن الله نعرف اكثر عن تربية السمان.